سنسافر طبعا إلى أمريكا، حيث أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل رسمي في صفقة انتقال حر ليتم تقديمه مساء اليوم الأحد. وسيعود ميسي محمد لارتداء القميص رقم 10 بعد تخليه عنه لعامين في باريس سان جيرمان، حيث كان يحمله زميله البرازيلي نيمار. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.